إذا مشاهدي قناة شوف تي في، فكما كتشوفوا معنا كما شرنا في العنوان، فهذا هو ملعب الشيلي، الملعب اللي تم اكتشاف فيه أسطورة فريق الرجاء الرياضي عبد المجيد الظلمي من طرف يوري محمد رحيمي، يعني أب سفيان رحيمي يوري، في هذا الملعب هذا فتم اكتشاف أسطورة فريق الرجاء الرياضي عبد المجيد الظلمي. هذا المكان هذا اللي مازال يعني الناس مشكورين، فهم كيبذلوا قصار جهد ديالهم باش يكتشفوا المواهب خصوصا على مستوى منطقة درب السلطان. فكما تشوفوا معنا في هذا المكان هذا تم اكتشاف أحد أساطير كرة القدم المغربية عبد المجيد الظلمي رحمه الله. فكما تشوفوا الملعب اللي مازال يعني كما كنقولوا في الحله ديالو، مازال يعني الاراضي الترابيه عليه، كان من المفروض يعني بحال هذا الملعب هذا فيكون يعني اكتسي العجز الاصطناعي، لكن كما كتشوفوا هنايا في منطقه درب السلطان، لكن للاشاره فهذا الملعب هذا فهو محسوب على منطقه المعريف. هذا المكان الجميل كما كتشوفوا معنا في الارميطاج، فكيتواجد هذا الملعب الجميل كما شرنا، فقلنا الملعب يتم اكتشاف أسطورة كرة القدم المغربية عبد المجيد الظلمي. مازال يعني كما كنقولوا المواهب مازال كاينين، خاص فقط شي التفاتة الناس يعني ديال الفرع الكبرى أنهم يجيو ويشوفوا ويلتفتوا لهاد المواهب هذه. فكما تم اكتشاف الظلمي هنا فيمكن تكتشف يعني مواهب اخرى في كرة القدم. الان يعني من بعد ما اجراوا اللاعبين حصة تدريبية فلعبوا مباراة بيناتهم ثلاث بالتعادل، الان المدرب فهو كيدير لهم ضربات جزاء من اجل حسم الفائز في هذه المقابلة الودية بين هاد البراعم. فكما شفنا الظلمي فيمكن اننا نشوف مواهب اخرى كما كتشاهدوا معنا، تصدي جميل من حارس. Thank you.